إنشاء محكمة دستورية منتخبة بدل مجلس دستوري معين، اقتراح برز في خضم مشاورات صياغة دستور جديد، دستور يضمن حرية القرار لهذه المحكمة ويبعدها عن المؤثرات السياسية. مرور المجلس الدستوري من العمل السياسي نحو القضائي يهدف للفصل في النزاعات التي قد تحدث بين السلطات الثلاث، حسب خبراء مشاركين في إحياء الذكرى 30 لتأسيس المجلس الدستوري. هذا تحول تقريبا منطقي جدا، وبالتالي بالعكس هذا يدعم مكانة المجلس الدستوري في تحوله، وبالتالي بالعكس هذا يجعل التسمية توافق الواقع وحقيقته، أنه في الحقيقة هو فعلا محكمة دستورية حتى بالميكانيزمات الحالية، التي بالتالي هو نوع من الدعم وترسيخ الفكرة أنه هيئة محايدة تتصف بالصفة القضائية بين محايد بين لأنه عنده وظيفتين المجلس الدستوري أساسا، هو العمل على الحفاظ على الضبط التوازن بين السلطات، الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو كذا أداها لأنه لازم، والوظيفة الثانية هي حماية الحقوق والحريات. مقترح تحول الهيئة الدستورية إلى صيغة قضائية قد يكون آليا لتجسيد إجراء الدفع بعدم الدستورية الذي أدرج في التعديل الدستوري 2016، إجراء يهدف للمراقبة البعدية لدستورية القوانين. ربما تتحول الطبيعة نتاعها القانونية من مجلس دستوري ذات طبيعة سياسية يتحول إلى طبيعة قضائية، يصبح كمحكمة جهة قضائية، وهذا يتماشى أولا مع تعزيز يعني المحكمة الدستورية، وباش تكون كأنها جهة قضائية، المواطن كما اعطينا له في القانون الجديد وهو أنه يمكن أنه يطعن بعدم دستورية القانون ويشارك يعني في الأخر هذيك بطريقة غير مباشرة، فهذا تكون الحقوق والحريات تكون أكثر. المجلس الدستوري إحدى المؤسسات التي ترتكز عليها الدولة، مؤسسة قد تحظى بأهمية أوسع في حال ما أضفي عليها العمل القضائي.